نروح لمنتخب الناشئين والناشئات للتنس تحت 14 و16 سنة، واللي هيبدأوا بكرة إن شاء الله مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين والناشئات، واللي بتستضيفها مصر على ملاعب نادي السليمانية الرياضي، وهتستمر حتى يوم السبت اللي جاي. بيشارك في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 10 دول، وهي المغرب، تونس، جنوب افريقيا، نيجيريا، كينيا، غانا، زيمبابوي، وتوجو، وبورونزي، بالاضافه لمصر البلد المضيف. التصفيات طبعا هتشهد منافسات مرحلتي تحت 14 و16 سنه بنين وبنات، وهتاهل الاول والثاني من كل مرحله لكاس العالم. بيمثل منتخبات مصر كل من في مرحله طبعا 14 سنه ناشئات جودي طويله وفرح اسعد ورنا ياسر. اما عن الناشئين فاياد رضا وياسين وجيهي وعمر انديل، ومرحله 16 سنه ناشئات جانا صلاح وكنزي الحمراوي وفريده موسز والناشئين نور فتح الله واحمد منصف وعبد الرحمن عطله. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق باذن الله.